ضربته ضربته، اعطوني نقطة. لا ضربونا عليهم. يلا يلا مات، هذا انقتل او انضرب باللون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ ان شاء الله بخير، وياكم علي العراق. اليوم جايب لكم لعبة حلوة جميلة جدا جدا جدا، Fields of Battle، حرب الالوان. مثل ما تشوفون بهذا المقطع الصغير الظاهر امامكم، عبارة عن الناس لابسين خوذة والوان بدلات ورشاشات تطلق صبغ الوان، لو احمر لو ازرق او حسب الالوان، يعني هم اللي اختاروه بالحقيقة. صراحة لعبة ممتعة وحلوة، وانا اتمنى اجربها بالواقع. حلو، هاي الفيديو ضفته بمال برنامج كين ماستر. للأسف هاي الخاصية ما متوفرة لكل الأجهزة، الشركة قالت بالتحديثات راح يتطور ويشتغل على جميع الأجهزة. هاي إضافة الفيديو، مو بكل الأجهزة، أنا شرحت عليها سابقا شلون نضيف فيديو، تقول رابط بالوصف. المهم هاي اللعبة شباب، طبعا أول ما شغلها حيقول لك سوي حساب جديد أو تلعب كجيست، يعني ضيف. سوي حساب جديد، تكتب الاسم لي فوق، النيك نيم، تكتب مثلا شلون كتبت علي العراقي، ثاني حقل الايميل، تكتب اي ايميل عندك شغال، ثالث حقل الباسورد. فكرة اللعبة تدخل على هنا الستور، طبعا هواي ذهب وهاي بي، احنا اللي همنا عندنا الجير شنو بيها والله، ها الرشاشات. طبعا هاي الرشاشات وهاي اسعارهن مثل ما تشوفون، مثلا حاشتري اني هاي بمية، هاي ب75، انا عندي 100 وهاي 75، حاشتري هاي الرشاشة حاليا. باي، صار عندي هاي الرشاشة لان هاي شوية تعبانة، جربتها، هاي جديدة، هاي بالجير. طبعا هنا من اكو خوذة تشتري، لا هاي البطل مال الصبغ، وهاي ما اعرف شنو هاي بالضبط، ذني الاوت اف اي تي، مدري شنو هاي الخوذ. طبعا مغلقة كلها، لازم بالليفل يفتح ليفل 2 ليفل 3، كذلك الملابس بالليفلات. وهنا عندك مثلا تغير، هنا تغير تسوي 3D بنية، جسم بنية، ولد، اقزام، الالوان، عندك الشعر تغير التسريحة مالته مثل ما تشوفون، لون الشعر. اوكي، ادخل على كلمة بلاي. هنا عبارة عن خرائط كثيرة باللعبة، حلوة صراحة. هنا عندك بالاحمر ما يفتحن هسه، يمكن الا ورا مستويات عالية، فانت تختار اي واحدة من ذني كلهن يشتغلن. طبعا الاونلاين اوتوماتيكي، مثلا هاي 5 إلى 7 مكتوب هنا، خلينا ندخل وياهم. اذا هذا الاونلاين، شوفوا شباب هذا هو الاونلاين، بدينا الحرب، بدينا. هذولاك جو، تضغط على الشاشة مرة واحدة يسوي زوم. تعال 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 تعال، لازم تتحرك يمين ويسار حتى ما يصيبك العدو. لوك 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 لوك. ضربته، اعطوني نقطة. لا ضربونا عليهم. صراحة لعبة ممتعة، فقط حمل اي بي كي، حجمها صغير 40 ميجا بايت فقط. اوكي، يلا يلا مات، هذا انقتل او انضرب باللون. اوكي، بقى اللعبة رسوماتها حلوة الصراحة، واللعبة كلش قديمة، يعني صار يمكن سنتين نازلة على اندرويد، بس حلوة تستحق التجربة. بحالة لا 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 لا، الزوم شوي خربط عندك. صدت بمكانه. لك هاي وين طاباني بيمهم؟ هذا واحد. هلاو ايه، لك هذا واحد شافني. لك 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 لك، اركض لك اركض لك، خلي اقتلهم. هذا شنو هذا؟ والله عبالي واحد هنا. لك 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 لك، فلت. تريد تسحب فقط اضغط على السلاح اللي بالاسفل، حيقعد يغير الالوان او
يسحب 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 اقسام، هذا انقتل. رابط اللعبة تلقوه بالوصف شباب، فقط حمل اي بي كي من سوق بلاي او من الروابط الخارجية. لا صادني واحد يمكن هناك، والله اللعبة حماس يعني، اتمنى اجرب هاي اللعبة بالحقيقة حلوة. هذا واحد، لا 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 الزوم الزوم يخربط مرات حياته، ما يدري ما يدري ما يدري. لك درمي اي، ارفع ايدك روح يلا. هذاك واحد فوق 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 اي جبته. هذا الاخ يور تيم وين، يس فزنا عليهم. مرات يكتب لك القائمة مثلا اللواعيب، بس مرات ما تطلع ما اعرف ليش. زين هون كات العشرة، كل عشرة سكور عشرة والكل سبعة. خل اراويكم الفرق بين السلاح القديم والجديد. الجديد لازم ترمي تقطيع، بينما السلاح الاول اللي هو حختاره هسه احسن رشاش ينوي، كأنه غدارة يعني، هو غدارة او رشاشة يصير. خلنا نختار غير مكان، اوكي بلاي يعطي مجمع انطلقة وروح. الاماكن اللي بالصحراء، اوكي ها هي الصحراء، الاماكن بالصحراء تصير مو واضحة. Right here, right now, go. الصحراء مو كلش حلوة الألوان بيها، الحدائق والغابة يصير أحلى بيها. بدأ 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 هاي الرشاشة بقى بمجرد الضغط هنا أنا تظل رمي، تظل ذيك الرشاشة اللي اشتريتها ما ترمي هواي، لذلك أنصحكم بالأول وحدة أفضل. هذا جو واحد جو واحد، لك 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 لك. هاي لابس شفقة مال كابوي، روح. روح اكو واحد هنا، لا 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 شوية التحكم يصير مزعج مرات. روح هذا الثاني، سو زوم، لا لا ما يشدني زوم. وينك فلت، روح له روح له اللي يقتل روح له، لان هذا جبان. فلت هذا واحد، تك 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 كان صغيرة. هذا الثالث حلو حلو، فقط حمل الاي بي كي واستمتع شباب، استمتعوا شباب، فقط حملوا الاي بي كي واستمتعوا باللعبة الراقية فيلز اوف باتل. لا 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 لك رمانة، ضربني برمانة هذا. لك 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 يا تعالى، لك كان جديد على اللعبة وقوبية، ايش بيكم انتو؟ Your team wins. حلو. هي اتياني وهاي القائمة اللي ويانا هذول همين اونلاين. سكور 7، كم واحد قاتل؟ 4. فقط فد شي واحد ما ذكرته، انه تريد تقعد مثلا تدنج هاي الايقونة اللي فوق. اوكي شباب بضغط عليها. والجهاز ايضا اذا تفره يباع صفوة يميل. مثلا تقتل ورا حائط مثلا هنا قتلت. هاي مهمة همينة. مثلا قعدت هنا. فقط تفر الشاشة مال الجهاز يعني يباوع صفوة، يباوع صفوة وترمي عليهم. اللعبة ممتعة جدا، وهاي الايقونة قلت لكم. خلاص دل هنا نهاية الفيديو شباب، تلقون رابط اللعبة بالوصف من سوق بلاي مجانا او رابط خارجية اثنين تلقوها بالوصف اسفل الفيديو. كان معكم علي عراقي، تحياتي.